جاسوسة لروسيا تفجر قنبلة داخل البرلمان الأوروبي إثر فضيحة من العيار الثقيل. زلزلت البرلمان وزعزعت الثقة بين نوابه. ليست حسناء روسية لعوب، بل سيدة من قلب مستعمرة تعادي روسيا استطاعت التخفي 19 عاماً ولم يكشفها أحد. فدعمت خفية سياسات روسيا من الداخل الأوروبي ودافعت عنها وبررت مواقفها. فما هي قصة الجاسوسة تاتيانا زادانوكا؟ وكيف استطاعت خداع الأوروبيين كل هذه المدة؟ لنتابع قصتها معا، لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. من لاتفيا خدعت الأوروبيين 19 سنة. صدمة كبيرة وفضيحة مدوية بين أركان البرلمان الأوروبي حين قرر المسؤولون فتح تحقيق مع النائبة الأوروبية تاتيانا زادانوكا إثر تقارير أفادت بأنها كانت تتجسس لصالح روسيا منذ عدة سنوات. التقارير التي أخذها المسؤولون على محمل الجد وكلفوا لجنة برلمانية لمراقبة قواعد سلوك المشرعين في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع هذه القضية التي امتدت أصداؤها بلدان الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق، حيث تأكد أن زادانوكا كانت عميلاً لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي المعروف باسم FSB منذ عام 2004 على أقل تقدير. فكيف تم اكتشاف أمر هذه الجاسوسة بعد كل هذه المدة؟ الخبر المزلزل كان حصاد تحقيق استقصائي يمكن اعتباره دولياً مشتركاً بين موقع الصحافة الاستقصائية الروسية المستقل The Insider ونظيره اللاتفي ريبالتيكا وبوابة الأخبار دلفي إستونيا وصحيفة إكسبريسن السويدية، حيث وصل القائمون على التحقيق إلى رسائل مسربة من البريد الإلكتروني لزادانوكا كانت تتضمن محادثات بينها وبين الاستخباراتي الروسي المسؤول عنها. ثبت وجود تعاون بينها وبين أجهزة المخابرات الروسية منذ عام 2005 تحت إشراف أعضاء الخدمة الخامسة في جهاز الأمن الفيدرالي، وهي خدمة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، أي أن النائبة كانت تتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية المسؤولة عن الحرب ضد الإرهاب والجرائم الإلكترونية. ويعمل موظف الخدمة الخامسة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كمستشارين في السفارات والبعثات التجارية الروسية. كذلك كان من ضمن البريد الإلكتروني المسرب مراسلات بين تاتيانا زادانوك وديمتري غلادي، وهو موظف في الاستخبارات في قسم FSB لم يكن اسمه معروفاً من قبل لدى المراقبين. صديقة صدوقة من رحم الأعداء. ولدت تاتيانا في لاتفيا عام 1950 وتخرجت في جامعة ولاية لاتفيا، ثم انضمت إلى الحزب الشيوعي السوفيتي، وفي أواخر الثمانينيات كانت ضمن المدافعين بشراسة عن بقاء لاتفيا كجزء من الاتحاد السوفيتي. وحتى بعد استقلال لاتفيا وصلت تاتيانا تمثيل مصالح المتحدثين باللغة الروسية في لاتفيا، وهذا واضح ضمن بريدها الإلكتروني المخترق، إذ توجد رسائل تتحدث عن برنامجها ساعة المدرسة الروسية على إذاعة لاتفيا. تاتيانا منذ عام 2004 هي الرئيسة المشاركة لحزب الاتحاد الروسي في لاتفيا وعضو في البرلمان الأوروبي، حيث كانت تدعم القرارات التي في صالح روسيا وترفض التصويت لقرارات تضر بالمصلحة الروسية. مثلاً في فبراير عام 2022 صوتت النائبة ضد قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع منظمة التحالف الحر الأوروبي غير الربحية إلى تعليق عضوية تاتيانا بها لانتهاكها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، رغم أن هذه المنظمة هي التي رشحتها للانضمام للبرلمان الأوروبي، ليس فقط بعد تصويتها على قرار إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بل تصرفات كثيرة دفعت للشك والريبة في شخص النائبة، منها تنظيم جلسات استماع في البرلمان الأوروبي حول نقل النصب التذكاري للجنود السوفيات من وسط تالين عام 2007،
ووضع خطة لتعزيز الاحتفال بيوم النصر في لاتفيا في شهر مايو من كل عام. أيضاً كانت تاتيانا قد طلبت عام 2010 من البرلمان الأوروبي تمويلاً قدره 6000 يورو لإنتاج فيلم وثائقي وشراء شرائط سانت جورج. كذلك بحسب التحقيق الاستقصائي، فإن البرلمانية كانت تنشر دعايات غير صحيحة عن انتهاكات حقوق الروس في دول البلطيق، وكانت دائمة الدفاع عن سياسات الكرملين، ما شكك في ولائها الحقيقي للروس. فانطلقت التحقيقات السرية سعياً وراء الوقوف على حقيقة تعاونها مع روسيا، وهو ما تم تأكيده فعلاً. ومن بين الرسائل التي ورطت النائبة مراسلاتها مع من يبدو أنهم المسؤولون عن تجنيدها، وهما سيرجي كراسين، وهو اسم حركي لضابط نشط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من سانت بطرسبرغ منذ عام 1993. الموظف الآخر الذي كانت تاتيانا على اتصال معه هو آرتيم كوريف، ساعدته عام 2014 في الحصول على تأشيرة شانغان لزيارة البرلمان الأوروبي، مستغلة صلاحياتها كنائبة أوروبية. وكوريف أيضاً موظف في القسم الخامس المذكور بالفعل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. تاتيانا ترد. في ردها على المحققين أكدت تاتيانا صحة ما نشر عنها، ولم تنكر تواصلها مع ديمتري جلادي الذي قالت إنها تعرفه منذ عام 1970، والتقت معه ومع زوجته عدة مرات في لينينغراد وبقيت على تواصل عائلي معه. كما قالت أنها بصفتها عضواً في البرلمان الأوروبي حضرت العديد من المؤتمرات، لكنها أنكرت معرفتها بأنه ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي. أما المسؤولون في السلطات اللاتفية فقد علقوا على الأمر بأنه لا يصل إلى مستوى الجريمة، بينما قال رئيس جهاز أمن الدولة في لاتفيا نورماند زمجوفيتس إنه سيتم التدقيق في رسائل النائبة المؤرخة عام 2017 من قبل أجهزة المخابرات اللاتفية. منذ عام 2004 تخدم تاتيانا مصالح الروس كعضو في البرلمان الأوروبي، وما تزال إلى اليوم. أيضاً قالت السياسية السويدية أليس باكونكي التي تشغل مقعداً في نفس المجموعة التي تنتمي تاتيانا إليه إنها لم تتفاجأ أبداً حين علمت أن زميلتها جاسوسة لروسيا. تاتيانا من مواليد لاتفيا التي تعتبر من المستعمرات السابقة للاتحاد السوفيتي، إذ تم احتلالها من قبل السوفييت عام 1940، وسنوات الاحتلال هذه عانى فيها اللاتافيون، حيث تضمنت عمليات ترحيل إلى معتقلات في سيبيريا. كما تعمد الاتحاد السوفيتي زيادة الروس في لاتفيا الذين تضاعفوا خلال فترة زمنية قصيرة ليحلوا محل المرحلين أو الذين تم إعدامهم خلال تلك الفترة. أيضاً إزالة اللغة اللاتفية بصفتها لغة رسمية، ما جعل الذاكرة المتعلقة بالروس مليئة بالأوجاع والمآسي، وانعكس على العلاقات بين لاتفيا وروسيا، لتبرز اليوم صديقة من رحم دولة عاداها الروس ونكلوا بها لسنوات كي تخدم مصالحهم أمام الأوروبيين.